للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور دلال محمود، مديرة برنامج الأمن وقضايا الدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور دلال، بعد التحية، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة ومصر تواصل الجهود من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء، كيف تقرأي هذا الدور التاريخي لمصر والمرتبط بالقضية الفلسطينية؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة الموقف المصري ثابت من البداية، يعني كافة الدعم، أشكال الدعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال في عام 48 وتطور بمراحل مختلفة مع تطورات القضية. الحقيقة إذا كنا هنركز على المشهد الحالي، الحرب الدائرة في غزة، فموقف مصر من البداية هو مطالبة بوقف إطلاق النار، المساعدات لشعب غزة وسكانها، مع التمسك بحل دائم وتسوية شاملة للقضية. يعني إذا كنا هنركز على الدور المصري بس في هذا الأمر، فنجد أنه على كافة الأشكال. الدعم الدبلوماسي قائم، ويمكن القاهرة كانت أول دولة تعمل مؤتمر لاستضافة العالم أو أكثر دول العالم المشاركة للبحث عن سبل تسوية مختلفة. المشاركة في مؤتمرات وجهود أخرى، الحوارات الثنائية. أتوقف مع حضرتك دكتور دلال على النقطة اللي حضرتك ذكرتيها، نقطة في منتهى الأهمية حضرتك، وهي مؤتمر القاهرة للسلام. نعم. هذا المؤتمر اللي كان بمشاركة عدد كبير جدا من الدول، وكان الحقيقة يعني أظهر الكثير أو خرج بتوصيات كثيرة جدا ربما كانت هي الأساس الذي بنيت عليه بعد ذلك القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت مؤخرا في الرياض، وبنفس التوصيات اللي حضرتك ذكرتيها والتي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو موقف مصر الثابت تجاه ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى أي مدى استطاع هذا المؤتمر أن يكون له دور كبير للغاية في يعني إظهار مدى الثقل هذه الأزمة، ومدى أن يكون هناك صوت للمجتمع الدولي، وأن يكون هناك ضغط على المجتمع الدولي لكي يكون لهم دور مؤثر بشكل أكبر في القضاء أو إنهاء هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؟ اسمحي لي أن أنا أشير هنا إلى يعني ازدواجية الموقف الدولي من هذا الأمر. يعني بينما تكون هناك دعم للطرف وتحيز كامل لإسرائيل، وكان يفترض أن يعني مراهنة، خليني أقولها مراهنة، على عدم وجود موقف عربي وإقليمي موحد، لكن تمسك الموقف العربي والإقليمي بدءا من القاهرة وانتقالا إلى الرياض، ثم الحرص على تأكيد هذه المبادئ وأن لا أحد يقبل إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، هذا الموقف يدفع الجميع إلى التوقف، ربما لإعادة حساباتهم، ربما لضرورة الضغط على إسرائيل هذه المرة لإنهاء هذا التصعيد الذي يعني المصطلح الأقرب والأكثر تعبيرا عنه هي العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. نعم. ويمكن هذا التماسك اللي ظهر في الموقف العربي والإقليمي دبلوماسيا ودعما بإمداد المساعدات الإنسانية والصحية والمطالبة بالتسوية أو تهدئة الأجواء وفتح هدنة ينتهي بيها أو تخفيف حدود الأزمة على الشعب الغزاوي، الشعب الفلسطيني كله، لأن الحياة تصعيد في غزة وفي غير غزة أيضا. صحيح. لكن الحقيقة هذا الموقف يجبر الجميع على احترام. طيب حضرتك ذكرتي انه مصر قدرت ان هي يعني يكون لها دور رائد ومهم جدا من اجل تخفيف الازمه عن الاشقاء الفلسطينيين. مصر فتحت معبر رفح رغم كل العراقيل الاسرائيليه، استقبلت المصابين من الاشقاء في المستشفيات، قدمت لهم الرعايه الصحيه اللازمه، وما زالت حتى الان مصر على موقفها الثابت بالمطالبه الدائمه بضروره وقف اطلاق النار، الوصول الى هدنه انسانيه فوريه، عدم تصفيه القضيه الفلسطينية. إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا الدور المتواصل لمصر في الضغط بشكل أكبر على المجتمع الدولي؟ حضرتك ذكرتي أن في ازدواجية في المعايير، كيف يمكن لهذا الموقف الثابت من قبل مصر أن يكون له دور في تخفيف الأزمة عن أبناء القطاع المحاصر والضغط على المجتمع الدولي؟ على المستوى الدور المصري فالثبات هذا أمر غير جديد على موقف مصر، الدعم الإنساني وكل شيء قائم ومستمر، وبالتالي الحرص عليه.
إيصال المساعدات، إتاحة المعبر. واسمحي لي أشاور على نقطة تانية برضو، هي الضبط النفس، لأن هناك استفزازات وتصريحات إسرائيلية تريد من مصر أن تتجاوب معها، واتهامات ودعايات على مصر، وهذا الضبط النفس اللي بتعمله مصر جزء كبير من مساندة القضية الفلسطينية، لأن من سياسات إسرائيل تشتيت الصورة وتشتيت الانتباه. الثبات على الموقف والتمسك بإرسال المساعدات الإنسانية والصحية والسماح بإمدادات الوقود، الدفع العالم إلى أنه يمد غزة بالوقود وكل أشكال الحياة، هذا الثبات هو الوسيلة المتاحة والأكثر قدرة على إحراج المجتمع الدولي ويقدرهم على الضغط على إسرائيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن وقضايا الدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.